بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. أبنائي الطلبة، سنقوم بإنجاز هذا الفيديو الذي يحمل عنوان التحضير للبكالوريا في مادة الرياضيات رقم 15، حيث نتداول في هذا الفيديو عن حساب نهايات الدوال المثلثة، يعني الكوس والسينوس. إذن ولننطلق على بركة الله في الشرح المفصل. إذن الآن نتحدث أبنائي عن حساب نهايات الدوال المثلثية اللي هي الكوس والسينس. إذن لننطلق الآن من خلال هذا الأمثلة. إذن من خلال هذا الأمثلة اللي هي قال أحسب في كل حالة النهايات التالية. عندنا ليميت سينس 6 إكس على إكس لما إكس يساوي إلى صفر، وعندنا ليميت سينس 2 إكس على جذر إكس لما إكس يساوي إلى صفر، وعندنا ليميت اكس سينوس اكس على 1 ناقص كوس اكس لما اكس يؤول الى صفر، وعندنا ليميت 1 ناقص كوس اكس على اكس مربع لما اكس يؤول الى الصفر. هذه هي من خلال هذه الامثله سوف نتعلم كيفيه يا ابنائي حساب نهايات الدوال المثلثيه. اذا لاحظوا جيدا وانتبهوا معي، عندنا بعض النهايات الشهيره في هذه ما نسميه الدوال المثلثيه. لاحظوا ما هي، عندنا ليميت هكذا ليميت سينوس او على او لما او يؤول الى صفر. احفظوها هذه، كم تعطي لكم؟ تعطي لنا يا ابنائي 1. اسمعوا جيدا، سينوس او على او لما او يؤول الى صفر يساوينا كم؟ تساوينا 1، حيث هذا او هذا اي عباره عن داله تالفيه. ركزوا معناه، اعطيكم مثال فاقول ليميت، مثلا ليميت اسمعوا جيدا سينس 3 اكس على 3 اكس، قلت على 3 اكس لما اكس يؤول الى الصفر، هذه تعطي لنا ماذا؟ تعطي لنا 1. حتى نفهم جيدا، من اين اتوا بهذه القاعده؟ بالعدد المشتق، حتى نفهم جيدا. لكن هذا قانون ما نرجو منكم انه احفظه، الا ان هذه وهذه تكون عباره عن داله تالفيه. لاحظوا جيدا، فناتي الان بالمثال الاول. عندنا قال ليميت سينس كم؟ سينس 6 اكس على ماذا؟ على اكس لما اكس يؤول الى الصفر. هل هي مكتوبه مثل هذا المثال؟ نعم، الا انه ماذا ينقص هنا؟ ينقص لنا 6، فيجوز ضرب هنا في 6 وهنا في 6، فتصبح لنا هذه نطبق عليها هذه القاعدة، كم تعطي لكم؟ تعطينا 1، وهذه كم؟ 6. إذا 1 في 6 كم أبنائي؟ تصبح لنا تساوي لنا 6. أعيد حتى يفهم الجميع، هذا الجزء اللي هو سينس 6 إكس على 6 إكس قانونه يساوي لنا 1، وعندنا 6، 6 في العبارة هذه اللي نهايتها 1 تصبح لنا 6 في 1 إنها 6. هذا هو المثال الأول. إذا ما عليكم إلا حفظ هذه سينوس او على اي لما او يؤول إلى الصفر تساوينا كم؟ 1 فقط أبنائي. بعد ما أنهينا مع هذا الجزء نأتي الآن إلى المثال الذي بعده، نتابع جيدا كذلك، ودائما هذه نتركها تتبعنا يا أبنائي حتى لأن سوف نحتاجها في هذه الأمثلة. عندنا كذلك ليميت سينوس، لاحظوا سينوس 2 اكس على جذر اكس لما اكس يؤول الى الصفر. كذلك هنا لو نعوض اكيد دائما صفر على صفر، هذا لا جدال فيه. لاحظوا ما رايكم ابنائي لو نضرب في 2 جذر اكس وهنا نضرب في 2 جذر اكس، يقول احدكم لكن لماذا حتى نكتبها على هذه الصيغه؟ فماذا ينتج؟ ينتج لنا هكذا ليميت 2 جذر اكس في ضرب سينس ماذا؟ 2 اكس على هنا جذر اكس، في جذر اكس يصبح لنا اكس في 2 يصبح لنا 2 اكس لما اكس يؤول الى الصفر. هذه ابنائي اصبحت مكتوبه مثل هذه، يعني كم النهايه؟ 1. لاحظوا جيدا، هذا الجزء يعطيكم 1. الان سوف تصبح لنا 1 في، عوضوا الان هذا الجزء في بالصفر. إذا هذا أعيد، هذا أصبح مثل هذا كم؟ 1. وعندنا هذا 2 عوضه في صفر، 2 في جذر صفر هو صفر،
صفر في هذا الجزء اللي هو نهايته كم؟ واحد. صفر في واحد تعطينا كم؟ تعطي لنا يا أبنائي القيمة إنها صفر. إذا نهاية الجزء الثاني أو المثال الثاني هي صفر. أعيد، هذا المثال لم يكتب مثل هذه، فأنا ضربته في اثنان جذر إكس واثنان جذر إكس. جذر إكس في جذر إكس يصبح لنا إكس في اثنان، تصبح لنا اثنان إكس. وهنا سينس اثنان إكس على اثنان إكس، قلنا لما إكس يؤول إلى صفر ها هي كم؟ واحد. وهنا اثنان في صفر، لأن هنا نعوض بجذر صفر هو صفر، صفر في اثنان هو صفر في قيمة هذه التي نهايتها كم؟ واحد، فتعطي لنا صفر في واحد تعطينا كم؟ صفر. هذا فيما يخص المثال الثاني. ناتي الآن إلى المثال الثالث، الذي هو ليميت إكس سينس إكس على واحد ناقص كوس إكس لما الإكس يؤول إلى صفر. دائما التعويض نجد صفر على صفر، هذا لا جدل، لكن نريد الآن إزالة حالة عدم التعيين هذه، تصبح تساوينا. هنا علينا أبنائي أن نستغل ما نسميه دساتر التحويل التي درست في السنة الثانية، فلنتابع جيدا. إذا لاحظوا جيدا، هنا عندنا بعض دساتر التحويل يا أبنائي المشهورة. عندنا أن الدستور المعروف أنه واحد ناقص كوس، لاحظوا جيدا نقطة نقطة، واحد ناقص كوس إكس يساوي لنا ماذا؟ يساوي لنا اثنان في سينس مربع إكس على اثنان. احفظوا هذا الأمر يا أبنائي، قد درستم في السنة الثانية أنه واحد ناقص كوس إكس يساوي اثنان في سينس مربع إكس على اثنان. والمعروف أنه الذي درس في السنة الثانية هو هكذا، أنه لاحظوا أنه كوس اثنان آ يساوي ماذا؟ يساوي لنا واحد ناقص اثنان في سينس مربع آ. إلا أنه هنا الآ كم في هذا المثال؟ الآ هنا اثنان آ، يعني آ هو إكس على اثنان. انظروا إكس على اثنان هو الآ، اثنان آ يمثل الإكس، يعني هنا وضعنا أنه ماذا؟ وضعنا آ يساوي لنا إكس على اثنان، حتى تفهموا جيدا لماذا سميت دساتر التحويل. لاحظوا جيدا، هذا عندنا هذا الرقم واحد، وعندنا الآن كذلك القاعدة رقم اثنان التي درستم في السنة كذلك الثانية، تقول أنه السينس هكذا السينس إكس يساوي اثنان في سينس إكس على اثنان ضرب كوس إكس على اثنان. هذا كذلك درستموه في السنة الثانية، مع أنه آ دائما يساوي لنا إكس على اثنان، حتى نفهم جيدا هذه القواعد يا أبنائي. الآن ما علينا إلا التعويض كل واحد، يعني هذا أكيد سوف يعوض في هذا المكان لأنه يساوي لنا واحد ناقص كوس إكس. وعندنا كذلك هذه القيمة سوف نعوضها في هذا المكان في مكان سينس إكس، حتى نفهم جيدا. فتصبح لنا تساوي لنا ليميت إكس في اثنان في سينس إكس على اثنان كوس، يعني في ضرب كوس إكس على اثنان، عفوا قلت إكس على اثنان. هذه قواعد دساتير التحويل عليكم أن تكونوا على دراية بها. على ماذا؟ على واحد ناقص، قلنا واحد ناقص كوس إكس ماذا يساوينا؟ يساوينا اثنان في سينس مربع إكس على اثنان، مع قلنا أنه إكس يؤول إلى الصفر. الآن أكيد سوف يحدث بعض عملية الاختزال، أنه هذا يذهب من هنا. لماذا؟ لأن السينس مربع إكس، حتى تفهموا جيدا وأشرح، سينس مربع إكس هو في الأصل سينس إكس في سينس إكس على اثنان في سينس إكس على اثنان. يا أبنائي اسمعوا جيدا حتى نفهم جيدا، قلت هنا إكس على اثنان. لما نقول سينس مربع مثلا إكس على اثنان، هو في الأصل سينس إكس على اثنان ضرب ماذا؟ ضرب سينس إكس على اثنان، حتى نفهم جيدا الكتابات الصحيحة فيما يخص هذه الدوال الجيبية. الآن ماذا ينتج؟ قلت ينتج بعملية اختزال أنه هذا يذهب مع هذا مباشرة، وانتبهوا معي.
بعدها يقول أحدكم ننتبه تصبح لنا ليميت كم؟ ليميت اثنان في كوس ماذا إكس على ماذا؟ على السينس على اثنان سينس إكس على اثنان لما الإكس قلنا يؤول دائما إلى الصفر، مع كذلك أنه هنا يوجد لنا ماذا؟ انظروا يوجد لنا إكس، هذا الإكس لا ننساه، انظروا ها هو كان عندنا هنا إكس. فماذا ينتج؟ ينتج لنا هكذا تصبح لنا ليميت، تابعوا جيدا، اثنان في كوس إكس ضرب ماذا؟ ضرب إكس على اثنان سينس إكس على اثنان، ما زال الإكس يؤول إلى الصفر، تصبح تساوي. سوف نعيد كذلك هذا الجزء، هذا نريد أن نكتبه مثل هذا الجزء. أما هذه اثنان سينس إكس هذه لا تتعبنا أصلا، تصبح لنا ليميت، انتبهوا جيدا، اثنان في كوس إكس في، قلنا الآن نأتي إلى هذا الجزء، ما رأيكم أن نضرب في البسط؟ قلت نضرب في البسط هنا في نصف وهنا في نصف، فماذا ينتج؟ ينتج لنا لما نضرب إكس في نصف ماذا ينتج؟ ينتج لنا إكس على اثنان، والمقام ماذا يصبح لنا؟ لما نضرب هنا كذلك في نصف يذهب من هنا اثنان ومن هنا اثنان أكيد، فماذا ينتج؟ ينتج لنا هكذا سينس ماذا؟ إكس على اثنان، هذا هو الشيء الذي ينتج لما إكس قلنا يؤول إلى صفر. أعيد حتى تفهموا، هنا ضربت في نصف وهنا في النصف، لما نضرب هنا في النصف تصبح لنا هنا ضرب نصف وهنا ضرب نصف، عفوا قلت ضرب نصف، فهذه الاثنان ذهبت مع هذه، أما هنا إكس في نصف يبقى لنا نصف إكس، حتى نفهم جيدا الطريقة العملية، لاحظوا جيدا. ثم عندنا لو نلاحظ الآن إلى هذه، تابعوا اللي هي ليميت إكس على اثنان، عفوا قلت إكس على اثنان هكذا، وهنا السينس ماذا؟ إكس على اثنان لما إكس يؤول إلى صفر، هذه لو هذا له الحق أن ينقلب إلى هذا المكان، له الحق قلت من قواعد الكسور. لاحظوا كيف تصبح الكتابة، ليميت واحد على سينس اثنان إكس، عفوا ليس اثنان، إكس على اثنان، إكس على اثنان على هنا إكس على اثنان لما الإكس يؤول إلى الصفر، لكن ما عليكم الانتباه إليه أنه هذا الجزء ها هو يشبه هذه العبارة، يشبهها 100%، نهايتها كم تكون؟ بما أنها مكتوبة سينس إي على إي لما إي يؤول إلى صفر، كم تصبح؟ هذا الجزء يساوي لنا واحد، فهو هذا كم؟ واحد، يعني واحد على واحد، أنا حتى تفهموا جيدا، أعيد، هذا الجزء لوحده الذي يوجد في المقام نهايته واحد، إذا تصبح لنا واحد على واحد، واحد على واحد كم؟ الكل يقول إنها واحد، إذا بما أن واحد على واحد، لاحظوا هذه هذا الجزء نهايته واحد، عوض الآن هنا بالصفر، كوس الصفر هو واحد، اثنان في واحد في واحد، معناه أعطت لنا هنا تصبح لنا اثنان في كوس الواحد، الكوس الصفر كم؟ هو واحد، وفي هذا الجزء نهايته كم؟ إنها القيمة كذلك واحد، واحد في واحد في اثنان تصبح لنا كم؟ اثنان، إذا نهاية هذا المثال الثاني يا أبنائي هي القيمة كم؟ القيمة اثنان فقط، لأن هنا استعملت ما نسميه قلت دساتر التحويل. بعدما أنهينا مع هذا الجزء الثاني، الآن نتطرق الآن إلى الجزء الأخير، ودائما قلت أعيننا تكون على هذا القاعدة هنا كما أشير. نأتي الآن إلى الجزء الأخير، قال ليميت واحد ناقص كوس إكس على إكس مربع لما الإكس يؤول إلى الصفر، لو نعوض تعويض مباشر أكيد تعطيكم في البسط صفر وفي المقام صفر، تصبح الآن كذلك هنا ما علينا إلا استعمال يا أبنائي ماذا؟ دساتر التحويل، لكن نحن عندنا نملك أن واحد ناقص كوس إكس لاحظوا ماذا يساوي؟ يساوي اثنان سينس مربع إكس على اثنان، معناها تصبح لنا هكذا ليميت اثنان في سينس مربع إكس على اثنان على ماذا؟ على إكس مربع لما الإكس يؤول إلى الصفر، لم أفعل شيء حتى الآن، إذا لاحظوا جيدا فنتابع الآن، قلت يعني علي أن نستغل هذه العبارة،
الآن ما رأيكم أبنائي لو نضرب البسط في العدد الذي اسمه ربع، وهذا كذلك نضربه في ربع. تابعوا معي حتى نجعلها مكتوبة على هذه الصيغة. إذن فماذا ينتج؟ ينتج لنا، تصبح لنا ليميت 1/4 × 2 هكذا في سينس مربع إكس على 2، والمقام يصبح لنا كم؟ يصبح لنا إكس مربع على ماذا؟ على 4. لكن إكس مربع على 4 في الأصل هو ماذا؟ هو 2 مربع. لاحظوا، ما قلنا إكس يؤول إلى الصفر، معناه المقام يمكن أن نحدث له التغيير، هذا التربيع وهذا التربيع نتركه مكتوب في هذا المكان. يعني تقرأ هذه إكس على 2 لكل مربع اللي هي نفسها إكس مربع على 4، لأن الكسر إذا كانت عنده قوة، قوة البسط وقوة المقام. فماذا ينتج؟ تصبح لنا وعندنا هذا التربيع الذي أشير إليه هنا، هذا له الحق كذلك أن يحذف من هذا المكان حتى تفهموا جيدا، وله الحق أن يخرج إلى هنا. لماذا؟ لأن قلت سينس مثلا، سينس مربع إكس في الرياضيات هو نفسه سينس إكس الكل مربع، حتى نفهم جيدا. هذه هي الكتابة الصحيحة حتى تفهموا جيدا يا أبنائي. الآن لو نلاحظ كذلك هذا التربيع، هذا التربيع وهذا التربيع، بما أنه كسر يمكن كذلك أن نحذفه من هذا المكان ومن هذا المكان ونضعه هنا كليا. انظروا ماذا أصبح، انظروا إلى هذه وهذه، أليس هذه اي وهذه اي مثل، إلا أنه هنا اي هي إكس على 2 وهنا إكس على 2. انظروا الآن أبنائي نهاية هذا الجزء الذي بداخل التربيع، كم قلنا عند الصفر؟ 1، إنه 1، فتصبح تساوينا. أولا عندنا هذا، أولا قلت عندنا هذا يذهب مع هذا، ماذا يبقى لنا؟ يبقى لنا 1/2. وهذا الجزء كم نهايته؟ طبقا لهذا القانون إنه 1، 1 لما نربعه كم يصبح لنا؟ 1، فتصبح لنا نهاية 1/2 اللي هو 1/2. هذه هي نهاية هذا الجزء الأخير. إذن ما عليكم أن تنتبهوا له هو هذه دساتير التحويل التي استغللناها فقط أبنائي. وفي الأخير أبنائي وبناتي الأعزاء، أتمنى قد استفدتم من هذا الفيديو، كما أرجوكم لا تنسونا بالدعاء لنا بالصحة والعافية والترحم على رحم الطاهرة، كما يمكنكم زيارة صفحتنا على الفيسبوك، إنها صفحة الأستاذ نور الدين، ليصلكم جديدنا باستمرار. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.